السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أخوكم أبو رياض. طبعا حبيت بس أعطي معلومة ممكن عن تغيب عن بعض الناس، بخصوصا له نسخة المفاتيح أو المفاتيح الاحتياطية. وطبعا بعض السيارات تجارة التمليك يعطوك مفتاح واحد والمفتاح الثاني يكون في حوزتهم زي ما يقولون، فأنت بعض الأحيان تضطر أنك تنسخ مفتاح احتياطي مع البرمجة، وطبيعي يكون الأمور شغالة معك طبيعي، بس ممكن تضطر يوم من الأيام إلى عملية البرمجة أو تغيير كمبيوتر، فأنت راح تفقد عملية البرمجة حق المفتاح الاحتياطي اللي أنت سويته خارج الوكالة. كيف؟ أنا عندي هنا مفتاح حق الوكالة، هذا مفتاح الوكالة، وهذا المفتاح الثاني الاحتياطي، وكان مبرمج عليها وكان شغال طبيعي، وكان حاطه احتياطي للظروف الطارئة. فلما صارت عندي مشكلة الارتفاع الاربيم ومشاكل الكهرباء، وتم تغيير معي البوابة وكلام كثير، ومن ضمن التغييرات اللي غيروها لي الكمبيوتر والبرمجة، فجيت الآن أشغل بالمفتاح الاحتياطي، للأسف ما عاد يشتغل معي. لاحظ معي تعطي سلف ولكن ما يشتغل، لأنه مع التغيير الكمبيوتر أو مع البرمجة، ممكن مو البرمجة، ممكن مع تغيير الكمبيوتر فقد البرمجة حق المفتاح. فالآن المفتاح الوكالة، طبعا هذا المفتاحين، هذا الاحتياطي إذا أنا سويته معي، طبعا لا أتكلم على الاحتياطي حق الوكالة، لو كان أتكلم أنا على الاحتياطي اللي أنت سويته خارج الوكالة، هذا الاحتياطي وهذا أساسي حق الوكالة. شوف الآن راح أشغل معي، شغالة. ليش؟ لأنه تم البرمجة على المفتاح حق الوكالة، لكن المفتاح الاحتياطي اللي أنا سويت له برمجة للأسف افتقد البرمجة من حين تحين تغيير الكمبيوتر. فحبيت أنا أعطي يعني ممكن نبذة أو معلومة عن هذه، فلا أحد يتعب نفسه، يعني إذا غيرت كمبيوتر أو سويت برمجة وما اشتغل معك مفتاح الاحتياطي، فقط كل ما عليك إنك تسوي برمجة على المفتاح وينتهي الموضوع. هذا، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.